مرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء، والذي سوف نخصصه إلى موضوع النموذج التنموي الجديد. لا يمكن في البداية إلا أن نثمن هذا العمل الذي تقدمت به اللجنة التي تكلفت بإعداد هذه الوثيقة، يعني هذا التقرير، ونهنئها على الخلاصات التي جاء بها التقرير وعلى المضمون يعني ذو القيمة المضافة العالية التي يعني أفصحت عنها هذه الوثيقة. أسجل ملاحظة في البداية وأقول بأن المغرب اليوم يتوفر ولأول مرة على وثيقة ذات طابع استراتيجي تحدد التوجهات العامة في السياسة العامة للدولة المغربية. اليوم نحن أمام وثيقة مسطرة مرقمة بمؤشرات محددة في الزمان، وتتضمن رؤية استراتيجية لما يمكن أن نقوم به على مستوى السياسات العمومية التنموية في المغرب، انطلاقا من نموذج في ممارسة القرار العمومي، نموذج في تنزيل السياسات العمومية الترابية، نموذج في التتبع والتقييم، نموذج في الضبط، نموذج في التنسيق، نموذج في الالتقائية، نموذج في الاتساق وضبط السياسات العمومية. اليوم نحن أمام مشروع ملكي متجدد يطرح آفاقا واسعة من خلال أطروحة جديدة في مجال السياسة العمومية بالمغرب. أهم ما يمكن أن نسجله على الوثيقة هو أنها أتت بفلسفة جديدة في ممارسة القرار العمومي وفي صياغة السياسات العمومية. هذه الفلسفة تتمحور حول طرح مجموعة من الأسئلة مرتبطة بإعادة النظر في أدوار الفاعلين، مختلف الفاعلين في مجال التنمية الشاملة، دور الدولة والمؤسسات يعني المركزية، دور التراب والفاعلين المحليين، دور المجتمع، دور الشركاء الاقتصاديين، دور الشركاء الدوليين. إذن وثيقة تضع يدها على الكوابح وتقترح يعني رافعات وللتحول، وتقترح محاور استراتيجية ومبادئ وميثاق للتنمية. ما يهمنا في البداية هو منهجية صياغة هذه الوثيقة، والتي ثبت أنها يعني تنضبط إلى منهجية صياغة الوثائق ذات الامتداد الاستراتيجي، بحيث يعني تمت يعني عملية استشارية واسعة مع مختلف الشرائح الاجتماعية والفاعلين في مجال التنمية. كذلك كانت هناك عملية تركيب منهجية تضع يدها على خلاصات التشخيص، تترجم خلاصات التشخيص إلى محاور استراتيجية وإلى رافعات للتحول وإلى مبادئ للاشتغال، وكذلك من أجل صياغة ميثاق للنموذج التنموي، ميثاق تعاقدي حول النموذج التنموي. هذا بالإضافة إلى تضمن الوثيقة إلى مؤشرات واقتراح يعني مبادرات في شخص يعني مشاريع يمكن أن تشكل نموذجا لتجاوز بعض المعضلات المطروحة على مستوى يعني التنمية في المغرب. اليوم نحن أمام سؤال كبير تطرحه الوثيقة، ويؤكد بأن يعني لجنة النموذج التنموي اتجهت فيما منحى الاعتراف بأن النموذج التنموي القديم قد استنفذ مهامه، وأنه جاء يعني الوقت لطرح
أسئلة كبرى ذات طبيعة استراتيجية من مثيل الأدوار التي يجب أن تلعبها الدولة، أدوار التي يجب أن يلعبها المجتمع، أدوار الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وأدوار الخارج الشركاء الخارجيون من أجل تفعيل مقتضيات التنمية الشاملة انطلاقا من الرؤية العامة التي يطرحها النموذج التنموي الجديد. المسألة الثانية، اليوم نحن أمام مؤشرات وأمام مقاربة بمرجعية دستورية مترجمة إلى مرجعية أو مرجعيات إجرائية متمحورة حول شق تقني مجاله الممارسة الفضلى، وشق سوسيو اجتماعي وسوسيو ثقافي مجاله البحث عن أنماط العلائق بين مختلف الفاعلين والشركاء في مجال التنمية لتحقيق يعني تلك المؤشرات المنشودة. إذن هذه الفلسفة اليوم تفصح على أننا أمام يعني شكل جديد من التنظيم على مستوى الدولة يتجه نحو إعطاء الأولوية في التنمية إلى التراب، إلى المجال الترابي، بمعنى أن التنمية اليوم سوف تنطلق من المستوى المحلي بتشارك مع مختلف الفاعلين وبمرجعية فكرية وسياسية وثقافية تتجه نحو تحرير الطاقات، إعطاء الأولوية إلى الموارد البشرية وتقوية القدرات، وإعطاء الأولوية إلى البحث عن نموذج في التحول ونموذج علائق جديد بين مختلف الفاعلين من أجل يعني البحث عن شروط التنمية في أبعادها المختلفة وخصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. المغرب اليوم يدشن مرحلة فتح فيها نقاش جري وواضح أمام مختلف الفاعلين من أجل البحث عن شروط تفعيل مقتضيات التنمية كما هي يعني في اقتراحات النموذج التنموي الجديد عبر محاوره الاستراتيجية انطلاقا من مبادئ محددة وانطلاقا من مرجعية محددة وكذلك بحثا عن ميثاق للتعاقد من أجل يعني تفعيل هذا النموذج التنموي الجديد. أهم محطة اليوم هي كيف يمكن أن نشتغل من أجل أن يصبح الفاعل يعني متمكنون من هذه الفلسفة الجديدة، يعني كيف يمكن أن نشتغل من أجل انخراط في هذه الأوراش انطلاقا من هذه يعني المنهجية المقترحة وفي ظل هذه المرجعية الجديدة التي تطرح يعني مسألة إعادة النظر في تنظيم المؤسسات للدولة وكيفية الاشتغال على هذه الأوراش التنموية انطلاقا من فلسفة تنحو منحى صياغة قرار عمومي استراتيجي تشاركي موجه نحو النتائج. اليوم نحن في حاجة إلى تحديد يعني تشاركي للأهداف الآنية والمرحلية وتحديد كذلك تشاركي للنتائج المتوخات ولتحديد كذلك تشاركي لقياس كيفية قياس هذه النتائج المنشودة.
هذا العمل طبعا هو عمل سوف يمتد في الزمن، لم تحدد له وثيقة النموذج التنموي يعني أجندة للاشتغال، ولكن اقترحت يعني هيئة تقنية سوف تشرف على تفعيله. والواقع أن الآن مختلف الفاعلين هم مطالبون بالانخراط في هذه الدينامية. أول فاعل يمكن أن نتوجه له بالسؤال هو الفاعل السياسي في شخص الأحزاب السياسية التي يجب أن تتملك هذه الرؤية الاستراتيجية وتستطيع أن تبلورها في برامج انتخابية، خصوصا ونحن مقبلون على الانتخابات تنتمي لنفس هذه الروح الجديدة التي يبعثها النموذج التنموي الجديد في شرايين السياسة العمومية التنموية في المغرب. إذن نحن في حاجة إلى أوراق حزبية في مستوى هذه الرهانات وهذه التطلعات. الفاعل الثاني الذي يمكن أن نتوجه إليه بالسؤال وهو الفاعل المحلي المرتبط بتدبير برامج التنمية على مستوى الجماعات العامة والأقاليم الجهات، الذي يجب أن يخلق لنفسه شروطا للحوار وللنقاش من أجل الجواب على ما تطرحه الوثيقة، باعتبار يعني الجديد هو أن الوثيقة تتجاوز أفق الجماعات الترابية إلى الدوار والدائرة، باعتبارها يعني كذلك فاعلين جدد في التنمية في تنمية القرب. إذن كيف هي التمفصلات ما بين الجهة، برنامج تنموي الجهة في امتداداته الاقتصادية، برنامج تنموي العمالات والأقاليم في امتداداته الاجتماعية، وبرامج العمل للجماعات في امتداداتها المرتبطة بسياسة القرب، وتمفصلات كل هذا مع مؤسسة الدوار ومؤسسة الدائرة إن صح القول. هذا نقاش يطرح يعني مستويات من التفاعل داخل يعني البنيات المحلية الثلاث، المستويات الترابية الثلاث، وفي علاقتهم مع الفاعل الثالث اللي هو المجتمع المدني والفاعل الاقتصادي و يعني السلطات اللامركزة يعني لي سيرفيس دي كونسونتري. إذن نحن الآن أمام هذا السؤال العريض الذي يضع أمام يعني الفاعل المحلي مجال واسع للاشتغال، وخصوصا يعني بعد مرحلة الانتخابات يعني نحن في أمس الحاجة إلى نقاش يعني مبني على أرضية صلبة يجب أن يتجه منحى تطوير المنظومة المؤسساتية المحلية والإطار التنظيمي والإطار حتى القانوني والتشريعي في هذا المجال. نتوجه كذلك إلى فاعل المجتمع المدني الذي يجب أن يستعد لأدواره الجديدة والتي تضعه كفاعل أساسي في صياغة السياسة العمومية التنموية على المستوى الجهوي والمحلي، والذي يعتبره النموذج التنموي شريكا استراتيجيا يجب أن ينخرط بشكل إيجابي، ويجب أن تعمل كل المؤسسات على تحرير طاقته من أجل فسح المجال لمبادرات جريئة تشاركية حديثة وتتضمن إبداعات. الفاعل الاقتصادي يعني في الأخير هو يعني فاعل يتحمل الجزء الكبير من المسؤولية، لأنه هو نقدر نعتبره الرافعة الأساسية في التنمية،
الفاعل الاقتصادي في المغرب يجب أن ينخرط في هذا المسلسل انطلاقا من مقتضيات حكمة الشأن الاقتصادي كما جاءت في النموذج التنموي، ولا نعود في التفاصيل في هذا الشأن، من أجل يعني فسح المجال لمختلف يعني الطاقة الحية والقوى الحية لكي تحصل على يعني مكانها في ظل هذه الدينامية الإيجابية. في الخلاصة يمكن أن نقول بأننا نحن أمام مشروع ضخم محدد في الزمن وفي المكان وبمؤشرات، ويعني كل مطالب بأن يتحمل مسؤوليته ويلعب دوره بشكل إيجابي وينخرط في هذه الدينامية حتى نستطيع أن نحصل في المغرب على سياسات عمومية تنموية منسجمة مع الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة. وهذا يعني دور يعني الجميع، وخصوصا يعني دور النخب التي يجب أن تعمل على تقريب مقتضيات تفعيل هذا النموذج التنموي الجديد من المواطنين، باعتبار أن المجتمع أصبح رافعة للتنمية بامتياز من منظور هذه الفلسفة الجديدة. شكرا على تتبعكم لهذه الحلقة، ونضرب لكم موعدا في حلقات مقبلة في إطار نفس الموضوع، النموذج التنموي الجديد وأبعاد تفعيله وميكانيزمات يعني تفعيله. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيربريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.